طبعا هذا اخر مكان تقدر توصل عليه السياره، المكان هذا، ونزل اغراض هنية ونشيلهن على الحمير. نشيل اغراض من المكان هذا على الحمير. طبعا هاي البيريه، وهذا طحين ومن حلال الغنم ومعين. حياكم الله متابعي الذئاب وحياة الجبال. طبعا هاي طلعتنا الجبال، انا ومتعب. يلا حية حية حية. شلون الوضع؟ والله من جضع شوفت عينك. طبعا طالعين طبعا رايحين انا ومتعب، مطلعين اغراض على الجبل فوق. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. طبعا طالعين فوق على العلو هذا، الغنم هناك، هذيك الغنم. يلا زبط الحمل. هاي الغنم. طبعا المكان هذا لا سيارة مرة تطلع عليه ولاش، خالص ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا راح ننزل اغراض عند الجار، هذه في نبعة راح ننزل اغراض. هاي الغنم جت من هي، هاي الغنم. طبعا راح يكون هنيه مكان مقيضنا اذا الله يسر، يعني مربعنا او مقيضنا هالمكان هذا، المكان هذا اذا الله يسر. طبعا المكان صعب بس ما شاء الله على الربيع، على الورود ما شاء الله، ربيع طيب. طبعا هذولك الشباب حملهم مال. ما شاء الله المي نازل من الجبال تحت، مي عذب ما شاء الله. راح اطلع اغراض فوق هنا، الشباب ما جم. يا نبي نازل من الجبل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا شلنا اغراض كلها حطيناها فوق الحمير، عملناها مشان نطلع فوق. شلنا حتى البيرية شلناها، طبعا هاي البيرية شلناها وحطيناها فوق. هذا حملناه اغراض كاملين حملناها، بدنا ننطلق بهم فوق على الجبل. راح نطلع بهالمنية فوق على العلو هذاك، على القلم هناك المكان فوق. طبعا هذين الحمير حملناهن اغراض كاملين، حملناهن اغراض، حطيناهن علينا اغراض، وهاي البيريه شيلناها احمر هذا. طبعا راح نطلع بهم فوق على جبله فوق على العلو فوق فوق. يا بسم الله.
طبعا هذا متعب طالع فغراب فوق على الجبل. ما شاء الله تبارك الله. اعتذر من الجميع، فصل البث المباشر، طبعا ما في تغطية، ما في شبكة ارسال. ما شاء الله تبارك الرحمن، غراب ما طالعين عجبة، طلعنا من تحت ورايحين فوق. طبعا هذه مي ينابيع، كلها ينابيع. طبعا هذه نبعة، هذه نبعة، هذه مية بديلة خرطوم. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الحلال الشباب جاي يقصون. طبعا ميها بارد 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 بشكل مو طبيعي. هذه نبع جاري بجبار